قناة الجزائر الدولية منتصف الليل، إليكم أبرز العناوين. رئيسة الحكومة التونسية تنهي زيارة عمل للجزائر، وفي الأجندة رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي متكامل ومجابهة التحديات الراهنة. بعد قبول ترشحه للرئاسيات، محكمة ليبيا تصدر حكما غيابيا بإعدام ضد خليفة حفتر. علماء يحذرون من متحور جديد لفيروس كورونا بجنوب إفريقيا، وبريطانيا تعلق الرحلات الجوية إلى 6 دول إفريقية. في نشرتنا لون العالم برتقالياً، شعار الأمم المتحدة في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. بداية، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيسة حكومة الجمهورية التونسية نجلاء بودن التي أدت زيارة عمل قصيرة إلى الجزائر. وقالت بودن في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام إن الزيارة تهدف إلى رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي متكامل ومجابهة التحديات الراهنة. من جديد تؤكد الجزائر وتونس على عمق العلاقات الثنائية التي تربطهما من خلال زيارات مكثفة تمخضت عنها إرادة مشتركة لتعزيز التعاون وترقيته على كل المستويات. نجلاء بوذن رئيسة الحكومة التونسية تحل بالجزائر في أول زيارة عمل لها منذ تعيينها من طرف الرئيس قيس سعيد، وفي حقيبتها سنة علاقات توارثها البلدان لسنوات مبنية على التشاور والتنسيق وتوحيد الرؤى حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. زيارة نجلاء بودن تستبقها مجموعة من اللقاءات المرتقبة في الأيام القادمة تحضيراً لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية المزمع عقدها في المنظور القريب، إضافة إلى بقية اللجان القطاعية الثنائية. فتبرز العلاقات الاقتصادية في سياق التشاور المكثف للرقي بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي متكامل. زيارة تبحث من خلالها تونس التي تعيش في الأشهر الأخيرة وضعاً اقتصادياً خاصاً، فمن شأن تنويع الشراكة مع الجزائر أن تكون متنفساً لأزمة الاقتصاد التونسية. زيارة نجلاء بودن هي أيضاً مناسبة لتعزيز التشاور وبحث المسائل السياسية المشتركة إقليمياً على غرار الأزمة الليبية، بما تشكله من رهان يضع البلدين أمام حتمية التنسيق المكثف، لما للأزمة من انعكاسات على عمق الأمن القومي لتونس والجزائر، لا سيما أن ليبيا وصلت إلى مرحلة تفرض توحيد الجهود للمساهمة في إنجاح مسار تسوية أزمتها. قالت وزارة الدفاع الجزائرية إنها اعتقلت 4 عناصر جنوب البلاد كانوا ينشطون ضمن جماعات إرهابية في الساحل الإفريقي. وذكر بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن التحريات الموسعة التي قامت بها مصالح الأمن سمحت بتوقيف المدعو بلال شركي الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2016 و3 أفراد آخرين. على جانب آخر، وقامت مصالح الأمن الجزائرية المختصة في ولاية وهران غرب الجزائر بتوقيف المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية الماك، ويتعلق الأمر بالإرهابي المسمى مالا يغرطة المدعو يوبا، وهو مقيم بمنطقة عزازقة في ولاية تيزي وزو شرقي البلاد، وكان يعتزم مغادرة التراب الجزائري بطريقة سرية.
إلى الشأن الليبي، أين أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة مصراتة حكماً بالإعدام في حق اللواء المتقاعد خليفة حفتر في القضية المتعلقة بقصف الكلية الجوية في مصراتة عام 2019 إبان هجومه على العاصمة طرابلس. وجاء الحكم بعد قبول مفوضية الانتخابات ترشح حفتر لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة شهر ديسمبر. قطع الطريق أمام مترشحين لرئاسيات ليبيا بعينهم يتجه ليأخذ مساراً قد يشمل جميع المعنيين بجدل التواجد في محطة 24 ديسمبر، ساعات قليلة بعيد إعلان مفوضية الانتخابات، استبعاد سيف الإسلام القذافي من السباق الانتخابي وقبول آخرين يتقدمهم خليفة حفتر. تصدر المحكمة العسكرية بمصراتة حكماً غيابياً بالإعدام في حق حفتر وستة ضباط، ويقضي الحكم أيضاً بحرمان المتهمين من حقوقهم المدنية وطردهم من الخدمة العسكرية بناءً على قضية تخص قصف قوات حفتر كلية الدفاع الجوي في مصراتة. وفي الأثناء جاء طلب آخر من المدعي العام العسكري في ليبيا إلى جهاز المباحث الجنائية بتنفيذ أوامر الضبط بحق خليفة حفتر على خلفية 5 قضايا بين عامي 2019 و2020، مشدداً على ضرورة تقييدها بالسجلات الجنائية، هذا بالإضافة لمخالفته القانون العسكري بترشحه للانتخابات الرئاسية، وهو ما يعرضه لعقوبة تصل إلى 5 سنوات. ولم تستثني واشنطن من جهتها في طلبها باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتسليم سيف الإسلام القذافي بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، إذ شددت على ضرورة عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بمواصلة ممارسة الانتهاكات، وهي التهم التي تلاحق أيضاً خليفة حفتر. تطورات وتجاذبات تفتح باب الاحتمالات واسعاً أمام إمكانية إسقاط ورقة حفتر من المحطة السياسية، خاصة مع ما يشهده ترشحه من رفض شعبي ميداني امتد نحو أجزاء واسعة داخل ليبيا. هذا وقال صلاح البكوش المحلل السياسي الليبي في تعليقه على الحكم القضائي الصادر ضد خليفة حفتر، إن القوانين في بلاد لم تعد لها الأهمية للفصل في الكثير من المسائل، وأن من يملك القوة يمكن له بسط سيطرته. وفي تدخل هاتفي سابق عبر نشراتنا الإخبارية من العاصمة طرابلس، أشار صلاح البكوش أنه من المتوقع أن يستغل مكتب المدعي العام العسكري بصفته أو صفة حفتر بوصفه ضابطاً لإلغاء ملف ترشحه. نحن الآن بصدد بانتظار أن يقرر المدعي العام والنائب العام العسكري وأيضا المحاكم أن حفتر لا يحق له الترشح، وخاصة أن قانون العقوبات العسكرية المادة 84 بوضوح تحظر على أي عسكري الاشتغال بأي شيء له علاقة بالسياسة، وخصوصا الاجتماعات السياسية والانضمام إلى مجموعات سياسية والانتخابات والحملات الانتخابية بالتحديد، وتعاقب هذه المادة كل من يقوم بذلك بالحبس 5 سنوات وبغرامة مالية. هذه هي المادة 84 من قانون العقوبات العسكرية، ولكن لا أحد يلتفت إلى ذلك. والآن اليوم شاهدنا مجلس القضاء الأعلى يتراجع للمرة الثانية عن قراراته، وأصبح الآن منغمسا في السياسة، ولا نستطيع أن نعتمد على هذه الأسباب، لا مجلس القضاء الأعلى ولا المفوضية العليا للانتخابات في خضم هذه المعركة الانتخابية الغير عادلة. يبرم الرئيس الفرنسي مع نظره الإيطالي الجمعة معاهدة للتعاون بالعاصمة روما، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات كالوضع في المتوسط والساحل الإفريقي والأزمة الليبية.
تأتي هذه الخطوة بعد مرحلة صدام وتنافس بين البلدين. معاهدة كويرينال للتعاون، هل تطوي سنوات من الخلاف بين إيطاليا وفرنسا؟ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصل اليوم إلى العاصمة روما يسعى من خلال هذه الزيارة إلى رسم مرحلة جديدة في عمر العلاقات بين البلدين. فبعد الصدام والتنافس الإقليمي، يرى مراقبون أن الاحتكام للربح المشترك من خلال التوافق على خطوط عريضة خاصة ما تعلق بقضايا الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الملفات الخارجية التي تلتقي عندها المصالح الفرنسية والإيطالية على غرار الوضع في الساحل الإفريقي والأزمة الليبية. المعاهدة تعطل البت فيها سنة 2018 أيام حكومة جوزيبي كونتي الأولى بسبب توترات دبلوماسية بين روما وباريس إثر اتهام وزير الداخلية آنذاك فرنسا بإفقار إفريقيا، واصفا ماكرون بأنه رئيس بالغ السوء على خلفيات ملف المهاجرين ومعركة النفوذ بليبيا خاصة، بالإضافة إلى اجتماع نائب رئيس الوزراء الإيطالي السابق في فرنسا مع قادة حركة السطورات الصفراء. فرنسا قالت في مسعاها الجديد إن هدفها يتمثل في دفع شركائها الأوروبيين لتحمل مسؤوليات أكبر بشكل جماعي والمرور إلى مرحلة اتفاق داخلي بدل العداء. وفي ذات السياق وصف أمين سر الشؤون الأوروبية الذي أطلق الاتفاقية الثنائية الإيطالية الفرنسية التي قادت إلى إبرام المعاهدة، وصفها بأنها حقنة ثقة وأداة لجعل التكامل الأوروبي أكثر صلابة. هي مساع فرنسية لإعادة رسم خريطة تواجدها أوروبيا وما ينجر عنها من نفوذ إقليمي، خاصة مع بوادر انفراج الأزمة الليبية التي طالما اتهمت فيها باريس بامتلاك يد فيما يحدث بالمستعمرة القديمة لإيطاليا. أعلنت قيادة الجيش في بوركينا فاسو مقتل 3 من جنودها و11 مسلحا إثر تعرض إحدى وحداتها لإطلاق نار في شمال البلاد. وقالت قيادة الجيش في بيان إن كتيبة تعرضت لهجوم في شمال البلاد، مما استدعى استقدام تعزيزات أمنية لإجلاء الجرحى وتأمين المنطقة، ويرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف المدنيين وقوات الأمن في شمال بوركينا فاسو إلى 79 قتيلا على الأقل خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث تعاني بوركينا فاسو من هجمات الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش منذ عام 2015. ذكرت وكالات الأنباء الروسية أن 52 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم إثر انفجار في منجم فحم غربي سيبيريا، ولم يتضح بعد سبب الانفجار، ويعتقد أنه وقع على عمق 250 مترا. وأشارت الوكالة إلى أن المعلومات الأولية تشير بهلاك جميع العاملين في المنجم، وأن معظم جثث الضحايا لا يزالون في الداخل، وسيتم انتشالها إلى السطح بعد الاستقرار في درجة الحرارة والحد من انتشار الميثان. قضى 27 مهاجرا حتفهم على الأقل بعد غرق زورقهم قبالة كالي خلال محاولتهم العبور نحو السواحل البريطانية. الحادثة غير المسبوقة استدعت اتفاقا بين باريس ولندن لتعزيز التعاون بينهما. بحر المونش، أو بالأحرى مقبرة المونش، التي باتت تبتلع أرواح المهاجرين غير الشرعيين مجبرين غير مخيرين للوصول إلى بريطانيا، التي يرونها الأرض التي تمنحهم حلم العيش بسلام. 30 مهاجراً من بينهم طفلة وخمس نساء، إحداهن حامل، لقوا حتفهم في حادث غرق زورق في قناة المونش شمال فرنسا، وهذه أكبر حصيلة تسجل منذ تنامي عدد عمليات العبور عبر المونش في 2018. كارثة إنسانية مؤلمة على طريق الهجرة استدعت من باريس ولندن اتفاقاً بصبغة طارئة لتعزيز التعاون بينهما لوقف هذه المآسي. وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانون أعلن من كالي شمال فرنسا عن اعتقال 4 أشخاص يشتبه في أنهم مهربو مهاجرين على علاقة بغرق الزورق، داعياً
إلى رد فعل دولي قوي وجدي تجاه الحادثة. رغم الخلاف المتصاعد بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية حول كيفية منع عبور المهاجرين الذي تزايد بشكل لافت في الآونة الأخيرة، فإن الواقعة دفعتهما اليوم إلى ضرورة إيجاد حلول ناجعة لاحتواء هذه الظاهرة. حتى وإن لم تحد جنسيات الغرق في هذا الحادث المأساوي، يبدو أن التصدي بحزم العصابات الاتجار بالبشر صار محتماً على أوروبا بشكل عام وعلى فرنسا، إيطاليا وبريطانيا بشكل خاص، هذه البلدان التي سجلت أجهزتها 15,400 محاولة عبور وإنقاذ 3,500 راكب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. أعلن علماء عن اكتشاف متحور جديد من كوفيد-19 قد يكون شديد العدوى في جنوب إفريقيا، ويحظى على عدد مرتفع من الطفرات ولديه القدرة على الانتشار بسرعة كبيرة. في ذات السياق، سجلت السلطات الصحية البريطانية أزيد من 46 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و199 وفاة خلال 24 ساعة الماضية، فيما وضعت وزارة الصحة البريطانية دول إفريقية في القائمة الحمراء أو 6 دول إفريقية في القائمة الحمراء، وتم حظر مؤقت للرحلات القادمة منها بسبب المتحور الجديد. وصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، متجاهلة توسع تحركات كبار المستهلكين لسحب مخزوناتهم الاستراتيجية في تكتل منسق لكبح الأسعار. تزامناً مع ذلك، يستعد تحالف أوبك بلس للرد على مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتزامن مع أنباء عن مشاورات روسية سعودية نحو وقف زيادات مزمعة في إنتاج النفط. تشتد جبهة كبار مستهلكي النفط في مواجهة تحالف أوبك بلس، وتتوسع رقعتها بانضمام الصين لمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن واللجوء لاستخدام احتياطي الخام الاستراتيجي في توافق نادر لقيادة أكبر اقتصادين في العالم. بكين التي لم تحدد موعد السحب أو كمية النفط المعنية بالعملية، اكتفت بتأكيد أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار أسواق النفط بعد سحب كميات من مخزونها الاستراتيجي من النفط الخام. وعلى خطى الصين والهند وقبلهما بريطانيا، كشفت طوكيو عن نيتها تنظيم مزاد علني لبيع نحو 4,200,000 برميل من مخزونها الوطني بنهاية العام الجاري، بما يعادل يوماً أو اثنين من الاستهلاك الداخلي من الخام. في الطرف الآخر من الحرب النفطية المستعرة، تكشف صحيفة وول ستريت جورنال عن مشاورات روسية سعودية قد تنتهي بإلغاء زيادة مرتقبة لتحالف أوبك بلس تضمن ضخ كميات بنحو 400,000 برميل يومياً من الخام اعتباراً من الفاتح ديسمبر المقبل. تحركات تؤشر إلى صلابة موقف أكبر منتجين للنفط في العالم في مواجهة حرب المستهلكين، مثلما ترسم ملامح الاجتماع المقبل للكارتل النفطي في 2 ديسمبر المقبل الذي يتجه على ما يبدو لتشديد سياسته الإنتاجية، مدعومة بعودة سياسات الإغلاق العام وشكوك حول ضعف الطلب على الذهب الأسود. في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، كشفت منظمة الأمم المتحدة عن تصاعد معدلات العنف ضد المرأة لتبلغ 70%، ارتفاع تعود أسبابه حسب الدراسات إلى غياب الوعي وانتشار المشاكل الأسرية، إضافة إلى مخلفات فيروس كورونا. واحدة من أصل 3 نساء قد تعرضت للعنف في مرحلة من مراحل حياتها، هي آخر إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للعام 2021، أرقام مخيفة تترجم حسب الخبراء واقعاً أليماً تعايشه المرأة في مختلف المجتمعات، حيث وصلت نسبة العنف في منطقة الشرق الأوسط إلى 37% من إجمالي الحالات العالمية. من جهتها، ارتفعت النسبة في الصين إلى 30%، ووصلت في نيويورك إلى نسبة 10%. وقد ساهمت جائحة كورونا في رفع النسبة الإجمالية للعنف ضد المرأة في العالم بنسبة 70%.
لا يزال العنف ضد النساء والفتيات يعد أكثر قضايا حقوق الإنسان انتشاراً وإلحاحاً في العالم اليوم، وهو جريمة بغيضة وحالة من حالات الطوارئ الصحية العامة، له عواقب بعيدة المدى على ملايين النساء والفتيات في كل ركن من أركان العالم. وتؤكد آخر الأرقام الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه خلال فترة جائحة كوفيد-19 زادت مستويات العنف ضد النساء في 13 بلداً. إن العنف في أي جزء من المجتمع يؤثر علينا، بدءاً من الندوب التي ستطال الجيل القادم وحتى إضعاف النسيج الاجتماعي. لون العالم برتقالياً، شعار تبنته منظمة الأمم المتحدة في حملتها المناهضة للعنف ضد المرأة، حملة تحسيسية تستمر لغاية 10 من ديسمبر الداخل. يمثل بدء الحملة السنوية التي تدوم 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي، وهي سلسلة من الأحداث الهادفة إلى إحداث تغيير حقيقي. سيكون الشعار لعام 2020 لون العالم برتقالياً، فلننهي العنف ضد المرأة الآن، حيث يرمز اللون البرتقالي إلى مستقبل أكثر إشراقاً خالٍ من العنف. ولطالما شكلت المجموعات النسائية والأشخاص المعنيون عنصراً أساسياً في التقدم الذي أحرز، ويمكننا المضي قدماً سوياً أن نجعل الحياة أفضل وأكثر إشراقاً لعدد أكبر من الفتيات والنساء في العالم. الحملة التي ستستمر لأسبوعين ستعرف عقد فعاليات من بينها إضاءة المباني والمعالم الشهيرة باللون البرتقالي للتذكير بالحاجة إلى مستقبل خال من العنف. وسيشارك في الفعالية ممثلون من الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني النسائية ووكالات الأمم المتحدة. خلق استراتيجية جديدة للقضاء على العنف ضد المرأة من جذوره هو أمر حتمي دعت إليه الأمم المتحدة، والذي يستلزم تكاتف الجهود في سبيل تحقيق المساواة والتنمية لخلق واقع أفضل للمرأة في مختلف المجتمعات. إلى الرياضة، أين كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مخاوفه بشأن استعدادات الكاميرون لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2021؟ الكاف اعتبرت أن البلد الذي يستعد لاحتضان المنافسة لم يحترم التزامه باستكمال ورشات المشاريع التي أطلقها، وهذا قبل شهر ونصف فقط عن انطلاق العرس الإفريقي. الكاف أعربت عن كذلك عن تخوفها من إمكانية تطبيق البروتوكول الصحي للولوج إلى الملاعب والمرافق لضمان سلامة اللاعبين، مخاوف ستشغل حيزاً هاماً من الجمعية العامة الاستثنائية التي تنعقد الجمعة في مقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة. بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، في أمان الله.